السلام عليكم الدراري والبنات ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي تكون مخصصه للديربي البيضاوي ما بين الرجاء والوداد. من بعد عامين ديال كورونا وغياب الجماهير على التيرانات، وغادي يكون هذا ان شاء الله هو اول ديربي غادي يتلعب بالجمهور من بعد هذه المده. في الفيديو ديال اليوم غادي يكونوا معنا جوج ضيوف، واحد رجاوي وواحد ودادي، وغادي نعطيهم معلومات لشوية بوليميك ومتداولة عن الجماهير ديال الفرق بجوج، وغادي نشوفوا واش متفقين ولا لا، وكل واحد فيهم غادي يحاول يقنع الاخر بلي زارغومون اللي عنده. خليك كمل. لا راه غلط، ما نخليكش تكمل في خطا. راه قبل الدوره رديت البطوله. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم تفرجوا في لا فيديو باش تفهموا اكثر، وما تنساوش تابوناو ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم. السلام عليكم. لاباس. الله يحفظك. مرحبا. الله يبارك فيك. موافق. شحال بيناتنا دابا في الديربي؟ شحال ربحتوا من مرة؟ مولوك الديربي أول ديربي ربحناكم. وأحسن حصة عندنا. زيد. وفي الفرجة. غير هو واحد القضية دابا آخر ستاتيستيك تقول بأن الرجاء فايت الوداد بديربي واحد. لا معلومات لا أنا نقول لك شنو كاين وأنت إلا ما كنتيش متفق معايا تقدر تكذب. إذا بيناتنا ديربي واحد، انتصار واحد، وملي كنرجعوا ل 2001 2002 والديربي المشهور 3-0 في بيطال الأولى، ومع دخول عبد الحق عيط العريف اللي كان باقي دري صغير، لسوء الحظ وقع مشكل اداري وتحيدت لنا ديك 3 نقاط وتعطاو لكم 4 نقاط وتحسب لكم ديك النتيجه. يعني الا جينا نهضروا في الواقع راه بحالنا بحال. واش دابا المشكل اللي كان تقني او اداري؟ واش حنا كنلعبوا في الزنقه؟ راه كره داخله ضمن المؤسسه، ضمن جامعه، ضمن فيفا. راه الا درتي واحد الخطا راه مفروض عليك. فايت لكم اكثر من ديربي رغم انكم انتصرتم مؤخرا في السنوات الاخيره، واكبر حصه كانت في حصه عريضه واخا ماشي في البطوله في كاس العرش، كانت في 5-1، ومن بعده كان تعبان 3-0، كانوا التلاتوات بزاف. غير هو ملي كنرجعوا للتاريخ كنلقاو بان الوداد كان دائما متسيد الديربيات حتى العام المشهود 95 اللي وقعت يعني الحادث المعروف. من تما بداش كتنقلب شويه ديال واخا الحادث. اسمح لي نكمل. اييه خذ راحتك. من 95 لدابا عاد باش وليت ترجعوا لنا شويه ديال الصرف. ما قبل راه حيتاش قلتي كترجعوا لنا الصرف. الصرف كان من بكري شي قبل الديربي ديال 95 ديال 5-1 كانت الرجاء فايته الوداد. لا ما قلب بحال كل شيء. ماشي مشكل. شوف اللي غتقولي الاحداث، الاحداث عاديه وقعات في اكبر الفرق. انتدابات ديال احسن لاعبين، كيف نتوما تتمنوا احسن انتدابات؟ انتداب ديال اجود اللاعبين في البطوله راه مفخره لينا. الا انتدبنا واحد الفريق اللي ما بقاش وخدينا منه ماشي 100% نقولوا 60% ديال اللاعبين، مفخره ليا وكنفتخر بها. من حقك تفتخر بهذه القضيه. غير هو ملي كتاخذ النادي وكتاخذ الاطور وكتاخذ حتى الفئات الصغرى وكتاخذ الملعب، وباش كتجي وكتنتصر على الوداد 5-1، حنا ما كنقولوش بانكم ما ربحتوش. ربحتوا 5-1 كره. هذه مانشستر سيتي يلاه ولا كتلعب كره، ربحات مانشستر يونايتد ب6، مانشستر ربحات ارسنال ب8. هادشي ما كيقدعش في الفريق. صح ما كيقلعش، وهذا هو المشكل. العاطفه اللي كاينه عند الرجاويين هي لحقاش الناس، والحقبه ماشي قديمه 95 ولا 96، راه الناس باقيين عايشين. راه الرجاويين حنوا، راه واحد اللحظه كيولي بركه عليهم. راه كنا نمشيو في 8 ومشيو في 9، راه كانوا ضايع الفرص بزاف. العلالي راه كان لاعب بالباندا في راسه و 3-0 كيمشي يشعل عند الجول وكيدير لي خاوف عمرو وكيرجع الجول ودوزيام ما يطابق انا تنقصرو. دير بيجي 2005 يجي السل علودي وغيضرب بيش اورجو قدو قد الوطن وغادي يتحسب، وما ذلك كيتحسب هذا ديربي ديالك. شوف الاستعراض، اسمح لي الاخ نقول لك بان الاستعراض والاهداف وطريقه اللعب مشهود عليها عبر الجميع ديالنا. هادشي كيبقى نسبي. انت انا كنقول لك لحقاش الاستعراض، حنا وصلنا معكم واحد الديربي اللي الجمهور ديالنا كيشجع الوداديين باش حتى هما يديروا الضريبه. خاسرين 3-0 وكيشجعوا. تخيل جمهور الرجاء كيقول الوداديين هولي 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 في اخر دقيقه، هذيك راه صعيبه. هذيك بالنسبه لي انا راه وصلنا لواحد ليطاب اللي صاولينا انتوما خصكم تجيو تكملوا معنا النيفو اللي غاديين فيه في الاستعراض. عندكم الزهر العامين الاخر ما كانش الجمهور، حيت كون كان الجمهور في هذا الاليروتو اللي ضربناكم 2-0 و 2-1 ما كناش غنسمعوا غير اولي. وواحد القضيه، انت دابا كتقول لي الرجاء دائما هي اللي كتلعب مزيان وهي احسن. واحد القضيه راه معروف، واحد المثل المغربي شهير تيقول لك كل قرب في عين امه غزال. يعني اي واحد واخا تكون خايب راه امك ديما غتقول لك انت زوين وليد. علاش؟ حيت كتهضر بالعاطفه، ما كتهضرش بالارقام والاحصائيات والمسائل اللي هي عقليه. العاطفه
العاطفه العاطفه تقدر تدافع على والديك خوتك صحابك بحكم، ولكن انا فرقه راه عجبتني انا ماشي حيت بالعاطفه، راه تفرجت تمتعت جابت لي القاب شرفتني ديك الساعه. علاش غادي انا ملي غادي نشجعها راه عارف علاش كنشجع، حتى لن كانت تيكاسه راه عارفه تمرض ولا تموت. هي مات الوداد كانت كتلعب مع الرجاء قبل الحقبه ديال التسعينيات، كانت الوداد كتلعب مع فريق مجرد حيت ما عندوش القاب ديك الساعات، داز 40 عام ما عندو حتى شي لقب. يعني الوداد ملي كتلعب مع الرجاء عندها ماتش عادي، في حين ان اللاعبين ديال الرجاء كيقولوا ايه ماشي لاعبين الديربي، جوله 12 راه من البدايه ديال البطوله هما كيوجدوا الجوله 12. علاش؟ حيت غيلعبوا مع سيد الدوري المغربي واحسن فريق. هادشي فين هادشي امتى؟ هادشي معروف من نهار بدا ليستوار ديال الديربي. وداكشي علاش لا دابا هضر معايا، عندكم واحد الحساسيه كبيره. انا كنهضر في حين ان شوف الا هضرنا على التاريخ، اسمح لي اسمح لي الا هضرنا على التاريخ غادي نهضر عليه، غنجيب حقائق الناس اللي عاشوه. ملي كنهضر على شي حاجه عشتها انا كندافع عليها، ما غاديش نبقى نعاود ليا جدي ولا قال ليا ولا. شوف بالنسبه للديربي حنا غنبقاو ديما ملوك الديربيات، هذا واقع لحد الان. جلس انا وياك الرجاء ملوك الديربيات موافق عليها، وانا كنقول هذا العام ان شاء الله ولا العام الجاي كاع ان شاء الله اقصى تقدير. نتمنى مزيان نحقق نتمنى. غير موافق. موافق اخويا تسونامي اخويا. انا عمرني نسى داك البيت ديال هشام اللويسي في الدقيقه 96 المكانه خواش بين ليله. اسرع طريقه ديال الاخلاء المكانه كانت في ديك 96. كان جمهور المكانه دخلت الكره مابقاش ما فهمش لحد الساعه ما فهمتش، وباقي عاقل هذاك الماتش بحال البارح. كان واحد الاخبار واحد الاشاعات كيقولوا بان تسونامي غيضرب المغرب. هادشي اللي دابا الناس نساو بان علاش جات تسميه تسونامي. ولكن البارح القريب قلتي بحال البارح القريب هو الريمونتادا اللي عاشوا فيها. ربما الريمونتادا عرفت واحد الشهره عالميه، خاسرين بربعه لواحد، انتم اللي انسحبتوا كجمهور وخرجتوا وصافي ضمنتوا الرباح. انا لا هذه واقع، هذا اللي خرجوا الناس ديال الوداد فعلا. راه كان صحفيين في الدقيقه المهم انت كنتي في التيران، كاين وداديين الدقيقه 70 سولهم صحفيين قالوا لهم غنضربوا لهم الخامس والكعبي غيضرب سيزو. الرجاويين بقاو كان هنا كتعرف الثقه في الفريق الثقه في النادي. كاين وداديين اصدقاء اللي قال لك لا، قال لي ما نثق حتى تسيف لي الاربيط، كاين حيت كاين وداديين اللي ثقوا في النتيجه وكاين وداديين اللي قال لك لا ما نثقش. ولكن قال لك بحال ما كجراد ما فيهم ثقه، تسيف لي الاربيط عاش نفرح. وفعلا كانت انتكاسه. انا ما نقدرش كرجاء ما نقدرش نعيش ديك اللحظه اللي عشتوها نتوما. ولكن دابا راك تقول لي ريمونتادا، ما عمرني ما سمعت في التاريخ ديال التعريف ديال كره القدم ريمونتادا بتعادل. انا كنعرف ريمونتادا ملي كتربح، هذه من جهه اخرى ملي كندي لقب على ظهرك في تيران قدام الجمهور. انا متفق معك، انا راه تسونامي راه جبنا به بطوله، نتوما راه ربحتوا والله دزتوا الكارت فينا. نشرح لك ريمونتادا شناهي. ريمونتادا هي واحد متاخر في النتيجه كتقلب النتيجه وتقلب النتيجه الصالح ديالك ماشي تعادل. احنا غادي دقه كنتي رابح بربعه لواحد انت مؤهل للدور المقبل وانا خاسر. التعادل ديالنا باش ما تبقاش تقول خاصني نربحك، التعادل ديالنا كيأهلنا حنا اذا الريمونتادا. وهذاك الكاس جاب على ظهركم كيتسمى، لحقاش ملي ربحتك انت وجبت اللقب ديال كاس جلاله الملك اللي من بعده غيجيك ميساج كبير مع جلاله الملك ليظل فخرا لباقي الانديه. اذا هذا انا راه كنشوف كاع اللي من هلال القدس، واحسن ماتش هو الديربي بطبيعه الحال. لا الهاله الاعلاميه لا الطريقه باش ربحنا لا كيفاش كنا خاسرين. لحقاش فعلا 4-1 راه بالنسبه لي انا انتكاسه وما نتمناهاش الفريق ديالي، ولكن ملي رجعنا ب 4-4 كانت فرحه كبيره والحمد لله الحمد لله على ديك الفرحه. بطبيعه الحال اما التسونامي ولا كانوا نتائج حسن من داك الشيء، غير انا ما كتبش لي مقارنه بين التسونامي وبين الريمونتادا. لا ملي تسونامي كتقولوا انتم انا ما كتبش لي التسونامي. وحط لقب على ظهرنا، حنا دينا على ظهرك وحنا لقب على ظهرك كندربوكم الي روتور وكنديو لقب ماشي غير لقب واحد، القاب على ظهرك اخويا الودادي، ارقاب على ظهرك. نتلاقاو شي بزاف ونحيدوا لكم الكاس ولا تحيدوا لنا الكاس ديك الساعه نعطيك البوجور ديالكم ونقول تبارك الله عليكم انتم واري. اما انتم تعادل وفرحتوا به. غير موافق طبيعة الحال بين واش الفريق اللي انتصر وربح عصبه وواجه اعتد الانديه الافريقيه ودينا لقب، ما غاديش نقارنوه مع فرقه اللي شاركات في تورنوا ديال 2013 اللي تنظم في البلاد. حنا كنعرفوا بان الجماهير المغربيه هي القوه الضاربه ديال الانديه المغربيه، وهادشي لاحظناه في عامين الاخر اللي كانت كورونا، لعبنا شاركنا مع الانديه المصريه وما كانوش الجماهير، لا حنا لا نتوما ما ربحناش. يعني ملي انت كتشارك في تورنوا مونديال بين قوسين واللي بزاف ديال الانديه لا تعيره بالا ولا اهتماما، وكنشفنا بان الجماهير هي اللي كانت ضغطات وخلات ان الرجاء ربحاش. وكنظن ان الوداد لو تهيئات لها نفس
الظروف كاش غادي دير نفس القضيه. والدليل ان في الشركات الرجاء في كاس العالم الانديه في 2000 ملي كانوا ربحوا بلاص ما داروا حتى شي، جابوا صفر نقطه. كذلك الوداد، داكشي علاش الوداد ملي دات العصبه في 2017 ومشاو لها الاجانب وتزنا وحتى شي واحد ما كان عاطي الوداد فافور، وفي الاخر دينا العصبه ب 11 لاعب كلهم مغاربه، ما كان عندنا حتى شي اجنبي ودينا العصبه. يعني فرق كبير بين انك دي لقب افريقي وبين انك توصل للفينال وتفرح فقط انك وصلتي للفينال. لعبتي في كاس العالم للانديه ماشي عصبه ديال الابطال ديال افريقيا، كاس العالم الانديه فيها فرق عتيده قاريا، مونتيري المكسيكي، مينيرو البرازيلي قياده رونالدين، هو ما ادراك ما رونالدين، ولعبتي الفينال مع بايرن ميونخ قياده غوارديولا، فيها امهر اللاعبين في المانيا، منتخب ديال المانيا تقصينا معاهم في الفينال، ولكن راك خرجتي المغاربه وخرجتي الناس ديال المغاربه ديال المهجر، وعرفت عرفتي بالكره المغربيه، حيت هذاك هو المحفل الدولي اللي غنقولوا شاركت فيه نادي مغربي شارك في محفل دولي. علاش ما غنقارنوش ب 2017؟ لحقاش هنا كنشوفوا التظاهره، تظاهرة كبر من تظاهرة، إذا راه هذاك الفريق راه شرف المغاربة، خر ربما خرجتي أنت خرجوا وداديين اللي فرحوا، أنا ما ربما في 2017 راه جاوين مع ربما ربحتوا ديتوا الشامبيونز ليغ ولكن ما شجعناكمش وما فرحناش لكم. علاش؟ لحقاش كيبقى عندي منا ثلاثة، أسيدي وصل لي الفينال ديال كأس العالم، أش نهضروا في ما حدك ما وصلتيش لهذا المنصب ديال وصيف بطل العالم، درنا سهلات النقاش. مشينا بطل الدوري ودرنا اللي ما داروش الاهلي اللي كانت كتمشي بالتشامبيونز ليغ ولا الترجي ولا انتوما الوداد، راك مشيتو خسرتو مع باتشوكا ورجعتو. واش انتوما دابا الانجاز عندكم هو انكم ربحتوا اوكلاند سيتي اللي كتشارك 18 مره في كاس العالم الانديه ودائما كتكون ومينيرو، واش ملي كتعرف مينيرو فيها رونالدينو اصاحبي وكتضربها بثلاثة لواحد ماشي حتى بجوج لواحد، إذا هنا رسالات انا كتب لي المقارنه بين وداد 2017 2013 لا مجال المقارنه، ما نقارنوش حيتاش فريق اللي جاب لقب غادي نقارنو مع فريق راه ملي غتوصل للفينال كاس العالم غتفهمني علاش قلتها لك، ربما غتعرف هاد القضيه. حنا ما كنعترفوش بالوصول للفينال، كنعترفو باللقب. موافق موافق، لان كيف كتعرف ثلاثه العصبات، ثلاثه الكيسان ديال الكاف، جوج سوبر، كاس افرو اسيويه، وضيعنا اللقب العاشر ربما مع الاهلي برعونه احد اللاعبين اللي لا سمحت ليه فعلا قاريا في تيمكم. كان العز، كنا كنفرحوا، انا هذا الشيء عشتو الحمد لله، ما عاود لي حد في 2000 انا سهران حتى لوحده الليل ماتش ريال مدريد طلال القرقوري تقريبا من ميليو تيران ضرب برا على كاسياس، تما عرفت بان الرجاء راه كاين كيان، كاين فرق اللي غادي تشجعه وغتفتخر به وغتدافع عليه كما بغيت. قاريا يعني ما عندكم حتى العصبات ياك؟ وي من اخر وحده 99 داز عليها 24 عام، حنا يلاه هذه 4 سنين دينا العصبه مع موتا حضرنا ليها لايف 4K فهمتي كاين الفرق. عندكم ثلاث العصبات 89 97 99 ياك كاينه ولا؟ واخا 89 تأهلتوا حيتاش ديتوا البطوله في 88 88 السي بن عبيشه الله يسمح ليه ماركا على مراكش في ما في مقابله ما عنده لا حنين لا هادو هما الاخطاء اللي عندك الاخ ديال اسمع لي واخا نكمل لا انا راه غلط ما نخليكش تكمل في خطا راه قبل راه قبل الدوره رديت البطوله انا لا 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 خصك الجدول ديال البطوله لا خصك الجدول ديال البطوله لا لا داكشي اللي كنتي غتقول كنش غادي نقاطعك ما يمكنش تخليك تخدم زعما مغالطات راه كاين كذوب انت قلتي 20 لقب 70 لقب بقيت ساكش ما دويتش معاك خليني ولكن تمرر مغالطات ما يمكنش لا انا ما نقاطعكش واش ما تقاطعنيش وديك الساعه المول الكبير يدي كل شيء راه كاين طابلو اصاحبي ديال شاف مراكش ماركاها تهزات هذا هو المشكل راه شامبيون كادو هذا هو اللي ديشو الكاد ديك الساعه نذكركم بزاف الناس كيتفرجوا فينا دابا ما عرفوش الحقائق في الثمانينات وفي التسعينات كانت فرقه واحده اللي كانت تمشي تشارك في المغرب اما قبل في السبعينات المغرب ما كانش كيشارك كاع قطعا في في المشاركات المنافسات الافريقيه حيتاش الوداد في السبعينات كان فريق كيتضرب ليه 700 مليار حساب الوداد كنت كتلعب النيفو ديالها ديال الاوروب في السبعينات كل الوداد كانت كتشارك في المسابقات الافريقيه كان على الاقل غندي واحد جوج ولا ثلاثه داكشي داكشي ماشي شغلنا حنا الله يرضي عليك واحد الدقيقه ملي كنسمعوا فريق بحال حوريه كوناكري كداها في 76 ولا 74 فرق مغموره جدا الفرق اللي قصاوكم مؤخرا كانوا كيديوها في السبعينات الوداد كون كانت كدير راه غدير بالفور الشيفور ما كاينه 5-6 فينا دابا بلاتي بلاتي الاخ بلاتي دابا الفكره ديالك واضحه انت قدم مني في التاريخ انت في 1939 لعبتي الكره
انا في 1949 انا من بعدك وعندي القاب قاريه، علاش غتبقى تقول لي السبعينات ما كناش كنا حنا؟ راه دوله وحده الا ما شاركتوش انتوما كانت قاطعه مع الكاف ولا مع شنو العصاب ديال المغرب. ما كانش كيشارك. اذا حنا علاش غادي نمشيو نهضروا على الوداد ما كانش كتشارك؟ نهضروا على الراجه والوداد المغاربه كاملين. حتى الجيش في 85 جات الراجه في 89 ثم من بعد 92 علاش ضرات القضيه ديال حنا لاعبين؟ ثم من 99 ما بقاش يدير شوال. احنا ردينا في 2017 كاين الفرق يعني كنهضروا دابا على مؤسسات ولكن راه المشاركه ديال الراجه في 2002 لعبوا الفينال راه كانوا مشاركه ديال الراجه الا ما كانش العصبه راه كاين في الكاف كاين في كاس العرب الوداد ملي كنسمعوا الوداد كتعرف بانه واحد الفريق اللي دائما كاين هنايا في الشاشه اللي توجو غلق في حين لا مجال المقارنة فريق بون شاسع بين الوداد والراجه غير باش نرجعك لديك النقطه اللي قلتي بين عبيشه والفضل كذا هذيك راه معلومه خاطئه الاحداث باقين طابلو ديال الجدول ديال البطوله ديال 88 الراجه راه دات البطوله باقا ما لعباتش الدوره الاخيره اللي كتقولوا لا لحقاش كاين مغالطات والكره ما جاش من فاس هذه راه حقيقه لا ولكن لا راه دابا حقائق دابا باش غندون راه كاين الارشيف كاين كلشي كاين الناس اللي عاشوا الحقبه الحقيقه كيف ما كانش راه هي التاريخ ولكن بقى في لانتربريتاسيون اللي كيقولوا عليها الناس هذيك حاجه اخرى ملي كل واحد كيغيب الغاه واحد تيجي كيبرر تيقول لك حقا الوداد كون جا الكار كانت غتخسر مع الماس الوداد غادي تموت ما غاداش المهم الحقيقه هي اننا عندنا القاب اكثر منكم واكثر من اي نادي مغربي والفيفا شهدات ملوك القرن في هذه البلاد هذه الفيفا اللي قالتها انا ما عمرني اه كاين حد حد غابت عني في حين انا يعني علما انا مشبع التاريخ ما عمرني ما وقفت لا لا سالينا بالتصريح ديال الفيفا هو ملوك القرن في البلاد هو نادي الرجاء البيضاوي هذه معروفه عارفين الطموح حنا عارفين المغاربه كامل متفقش معاك وحتى ماشي بصح القضيه المعلومه اللي كلشي كيعرفها بحال قلتي لي الوداد كتلبس الاحمر يعني ما في فيها مشكل فيها خمسة البطولات أنا نقول لك علاش فيها المشكل علاش من المشكل فيها؟ الأخبار غير مؤخرا الأولى قناة رسمية كتقول في 2010 الوداد فاز بطولة 12 في بين ليلة وضحاها ولات 17 خمسة الألقاب كنا في استعمار ضربتي خمسة البطولات وما حسبتيهمش ملي جات الجامعة الملكية في عهد الاستقلال في 56 كتجي حتى 2010 أو ربما 2009 أكرم كي مع الفهري كيديروا طلب باش تجيب خمسة البطولات ايماجين في عام ولات من 12 ولات 17 ولا من 11 ولات 16 هذه ما فهمتهاش يعني الصعود ديالكم من واش كتقاوم بالكرة يعني الصعود ديالكم كرة راه لاعب كتبقى كرة القسم الشرفي حتى هو مشكوك في الامر ديالو حيت نفس القضية اللي قلتي هي مال المستعمر المهم حنا كنعرفوا ملي جات الجامعة الملكية لكرة القدم بعد الاستقلال 56 تما كاينين البطولات اللي كيفتخروا بهم جميع المغاربة جبتي لي خمسة البطولات في هذه المقاومة اذا ما خصكش تفتخر في هذه الحماية وكتقول لي كان قبل 56 يعني ما خصكش تفتخر شوف التأسيسات ديال الأندية فيهم في نفس الوقت فيهم كتبرز الهويه ديال كمغربي واخا عندك عاد حمايه ولكن ملي غتدي تحتفل مثلا كاس بن عرفه ولا في كاس ما عرفت لافوار كان كاس لافوار ديال فرنسا كان كيداروا بزاف ديال الرياضات الانديه السيكليزم فيهم لي بول فيهم الووتر بول هو اصلا تاسستوا بالووتر بول في 37 وفيهم مشكل كنقول لك كانوا بزاف الانديه كنتي كمغاربه خاص ضروري يكون لذلك فريق الوداد عطى كارت ديال مقاوم رقم مقاوم 0001 ديال ياك اسسكم بن جلون بن جلون قال لك انا ما كنديرش السياسه بن جلون قال لك ما كنديرش السياسه المقاومه انا غير كنلعب الكره كندير الكره مفهومها الشامل تشمل المسائل الرياضيه الثقافيه السياسيه المقاوم كلشي تقاوم على حسب المستطاع ديالو واللي كيهز المقاومه ما غاتجيش باللعب اللي المغاربه المسلمين كانوا ديك الساعات الاستعمار الفرنسي ما كانش عندهم الحق يدخلوا الانديه لان كيقول لك اللي بغى يدير نادي خاصو يكون ضروري متفقين على هذه متفقين عليها ضربتنا النفس على المغاربه اللي كانوا كيبغيو يدخلوا لابيس ديال كاسا ما كيقدروش حيت ما عندهمش الحق حيتاش ماشي مسلمين مسلم غيمشي بالتوني ديال السباحه كانوا كيمشيو باش مسلم غيمشي بالتوني ديال السباحه انت كتشوف راسك في بلادك وما عندك الحق في حتى شي حاجه اي حاجه بغيتي ديرها خاصها تكون تحت الوصايه ديال الفرنسيين راه ما تحلش ما شي ما تفهموش فيه التاريخ انا التاريخ انا ما جيتش ولكن حنا انا شوف انا ملي جلست معاك التاريخ انا لا ديالكم لا ديالنا بن جلون كيقول صحفي يهودي شارع مولاي يوسف كان تما كيقول بان قال لي بن جلون انا ما جيتش ندير السياسه انا جاي نلعب الكره اللي بغى يدير السياسه راه السياسه بوحدها اذا ما تربطش المقاومه بالكره نادي رياضي لعب تحت الرعايه ديال لا ليغ الفرنسيه
داروا القاب في داك الشيء الا كان في هذه الحمايه اجي دخلتي في الاستقلال ديال بلادك ديك الساعه راه شرف ليا ودي القاب وافتخر بها. دابا الا كانت الحمايه راكم درتو وديتو خمسه البطولات ومعترف وعلاش ما اعترفتي بهم حتى 2010؟ علاش ما طلبتيهم حتى 2010؟ تشارك فيهم اللي ما قدرتش. علاش ما طلبتيهم حتى 2010؟ دابا اللي شاركوا ما قدرتوش ديهم كتجيو تطعنوا فيهم وتحيدوا لنا خمسه البطولات. انا راه شي الفيفا اجي نقول لك في 2010 تعقل على التيفو اللي درتو فيه 12 هذاك اعتراف ضمني ديال 12 بطوله لا كاين تيفو صاحبي تيفو في 12 ماشي مشكل نقول لك واحد القضيه بان عندنا 12 بطوله انا نقول لك وكفى انا نفسر العام الجاي ولات 17 بطوله اسمع اسمع 12 الكره فيها 11 لاعب حنا كجمهور كنسميو راسنا خوكادور لا 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 نقولوا تيفو نقولوا تيفو السكوادرا ديالكم نعطيو ادله ولكن الاعلام ديك الساعه راه باقا الصحافه الاولى وقناه الرياضه كيقولوا هنيئا لفريق الوداد راه كاين انا غادي نجبد لك اللي قلتي هنيئا لفريق الوداد الفوز بالبطوله رقم 12 جبد لي 2010 داك 16 ملي غتجبد لي 10 وجبد لي 15 موافق ولكن فهمش فهمتو حنا رابحين بواحد جا البيلانشي اللي غيولي جوج زيرو سي فاخر قال لهم ما نكملوش وقدير معروف الا قبلتي هذاك انسحاب اخر مره الانسحاب ديال الراديس راه خصك تقبلو بالعلالي وما تبقاش تقول انا غادي يجيني في الصناديقه وصافي الا قبلتي هذاك انسحاب بظلم تحكيمي حيت حنا كرجاويين ظلم تحكيمي الناس راه فاخر ولا ظلمي ولا كاع اللي عاشوا اللي عاشوا الحقبه راه كيعترفوا بهذاك الظلم التحكيمي اللي مجديه ومع الحسنيه ولا الجيش وعندكم 12 انسحاب ولا 11 حسب لي 100 انسحاب فيهم الظلم كاع انسحابات حنا كلما ظلم انسحاب اللي اعترفت به الفيفا هو ديال الرادس انا ملي قالت الفيفا تم فوز ترجي بالعصبه 2019 بعد انسحاب الوداد صافي انسحاب ضمني اما تقول لي منسحب وانا نقول لك منسحب راه فرق ما غنساليوش انسحاب ملي اعترفت الفيفا بالانسحاب سالينا شوف الاربيط نهار الرادي صفر واللاعبين ديال الوداد داروا ساعه وما كيديروا الاحماءات بالكره بقاو في وسط التيران والعسكر داخل بالسلاح في حين ما شفناش العسكر الترجي اللي في التيران انا كنت ساحي وعاقل انتوما دخلوا على عميد الفريق ما عندوش حتى اللغه كيقول لي عميد الفريق مصير ما عندوش حتى اللغه شي ريفورم اللعب ولكن يهضر ما بغيناش ندخلوا وصيفط رجل المهام الصعبه هاز السلاح ودخلوا كيهضروا غربتي كان ولي يهضر وجا ودخل الوزراء ديال تونس هادشي راه كاين موتر ما شفنا وزراء ما شفنا صواريخ الماتش بدا نهار اللي سمعنا هو قال لك غيجي في الصندوق راه باقي نتسناوه الماتش بدا نهار السبت وخرجوا اللعابه نهار الاحد ما عمر شي ماتش تلعب سور دو جورني الا ديك الماتش ديال الوداد مع رادس دونك ما تجيش انت تقول لي راه انسحبنا حيت حنا ما انسحبناش كما قال النصيري تعرضنا لظلم كبير في 99 وربما انت عشتي 99 أيه. غادي يسيف لي الكلار بيض في بيلانتي خارج كاري دي زويت وما قاش كان بدره ما قاصوش جريندو نتوما راه اسمعني نكاخا يكمل يلاه كمل مشى جمعو وعطاه بيلانتي وروينا كحله وغيجري لك على عميد الفريق في الدقيقه الخامسه اوغوزمون غيشد الشاد ديال البيلانتي وغنكملوا بدون انسحاب بدون شوشره وغنجيبوها من قلب راديس وغنجيبوها من قلب راديس وفي رمضان نيت راه الاحداث كتعاود خاص غير شكون اللي عنده الصبر واللي عنده الجهد لهذاك الترجي هادشي اللي قلتي نتوما حتى نتوما كان متناول ربما تجيبوا الكاس حنا في الالي في الرباط جا واحد جهاد قريشه مصري اللي غيتوقف ست شهور من مورا الماتش حيد لك بيش لا غبار عليه وبالفار راه اللي غيسطيني انا سيكو داكشي وقع بالفار نتوما راه في 99 ما حنا كنعرفوا الظلم التحكيمي كنعرفوا قاره افريقيه كنعرفوا كل شيء جهاد قريشه خاصها تكون عندو النفس ليهم جهاد قريشه حيد لينا بيش ما لا غبار عليه وحيد لهم هما حمراء في حين ان خصهم حمراء وعطى اشرف داري جوج صفراء وخرجوا من الماتش وكملنا الماتش بعشرة اشرف داري ما كانش كيستحق ديك لافوت ولافوت اللي عطاه هي اللي غيجي منها الهدف ملي مشينا للروتور كيسد الحداد كيسونطريها من اللور كيمشي لقدام كيجي الكارتي كيضربها بالراس الاربي ديال توش هز الراية تكمل اش غادي تكمل تكمل لحقاش قلت لك حيدوا لك جوج بيوش تعرض لهم اكثر بيناتي وعطاك الهاد وعطاك حمر اسمع اخي لما عقلتيش على 99 سول الناس سول الوداد على 99 غيعاودوا نكمل لك انا حنا كنهضروا على 2019 عطيونا غير اللقطه التعاود ونكملوا الماتش فاذا به الجهاز ديال الفار كامل ما كانش الغرفه ديال الفار بلي زاربيط الاربيط ديال الفار نسيت على سميتو لقاو الجمهور ديال الوداد لقاو في المطار
يعني هذاك الشيء كان مفبرك وكانوا موجدين هذيك المسرحيه ديال الرعد تقاتل معاهم حتى الاخر راه مقتسف لي لارض. الدليل انه من بعد ما بقاش الفينال كتلعب سيغ دو ماتش بسبب الهدف ديال الكرشي اللي زعزع قاره، ولا الفينال ديال العصبه كتلعب في مباراه فاصله ما بقاش الالي ورجوع زعزعتوا عندهم في ذاك الماتش وخاصه ساحب سوق دائما تقول لنا شكرا حيت حنا بسبب الوداد دائما فريق شكرا الانديه شكرا لكم شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف فعلا لحقاش بينتوا بان الرجاء كتصبر الرادس والمشاكل ديالو والكواليس كتلعب وما كتصبر. موافق اكيد المدرسه ديال الرجاء حسن وانت عارف بارفورا كانوا لا في ليكادي لا في الجونيور لا في السنيور كان ماشي فرقه ولا جوج كانوا كيوصلوا حتى لخمسه الفرقات والرجاء ولاده وكتشوف دابا البطوله كاع البطوله الوطنيه ضروري تلقى شي فرقه تلقى فيها لعاب ديال الرجاء كاين لعابه الحمد لله اللي لعبوا في الوازيس ولعبوا في التيسيما ولعبوا في لوديب ولعبوا كانت بيبينيير كيف كيقولوا كانت مشتل للاعبين حتى مش هو اللي راه ودادي والمدرسه ديال الوداد وكنت كنفتخروا به راه داز وسولوا هو شتي الا كان متولي سولوا هو ما تسولنيش انا ما غاديش نسالي راه اول مدرب كان في الرجاء راه هو الوداد اصلا انا اللي رجعنا الاصل ما غاديش نسالي فريق الوداد معروف باش لي كونديسيون داكسي باش تدخل الوداد من اصعب لي كونديسيون في الفراغي ملي كيدخل الدري وخا يكون كوارث الوداد ما كيلقاش بلاصتو في الوداد الدراري كيطيروا اش كيدير كيقطع الشانطي كيمشي للراجا وتقريبا النص ديال اللعابه دابا اللي كيطيروا في الراجا كلهم هذا هو الباركور ديالو وداكشي علاش كيكنوا واحد الكور كبير للوداد علاش حيت الوداد حرقاش من النهار الاول كيمشي مسكين فرحان والامثله كشي رجل كيمشي فرحان باغي يلعب في الوداد كيجريو عليه الامثله هي اللي عندنا حنا الامثله تيقبلوا عليه الامثله هي اللي عندنا تيقبلوا عليه شكون هذا داك الكور تربحات جيب معلومات مزيانه ومرحبا مرحبا اشرف داري احسن مدافع بدون منازع وما كنظنش كاين شي لاعب حاليا في البطوله اللي غادي على الاقل يقرب للمستوى ديال اشرف داري اشرف داري من 17 عام لعب في ليكيب بريمير ديال الوداد لا في المنتخب الفئات العمريه كامله من البيبي كنظن على المينيم كادي جونيور سينيور الى يومنا دائما التواجد ديال اشرف داري في جميع المحافل الدوليه لا مع المنتخب لا مع الوداد العام الاول اللي طلع الوداد ولا تيتولير انديسكوتابل في الوداد لعب الفينال ديال العصبه حتى البطولات ما كنظنش ان كاين شي مدافع حاليا في البطوله حاليا كيوصل ولو شويه للمستوى ديال اشرف داري جميع بزاف ديال الانديه الاوروبيه باغا تخطف اشرف داري يعني مع ما تقارنوا ما كنظنش ان كاين مجال المقارنه بين اشرف داري وشي مدافع اخر شخصيا ما كيعجبنيش وما عندناش حنايا شي مدافع كاليبر اللي غادي تعول عليه ما كاينش مدافع كاع مع لا اشرف داري لا غيره البطوله ما فيهاش زعما مدافع صلب بهذاك المعنى اللي كان وربما اخر مدافع لعب في البطوله هو بانون بدر بانون راه مشى للاهلي من بعده ما شفناش في البطوله كاملين ربما ويلا قلت شي المدرسه ديالكم كتخرج اللعابه حنا اشرف داري راه قلت لك راه جبت لك بانون ود المدرسه مدافع من المدرسه اللي كاين الهدهودي كاينين اللعابه ولكن كنهضروا دابا حنا قال لك احسن لاعب في البطوله ما باش لي انا احسن مدافع في البطوله ما نقارنوش مع داري لا مجال المقارنه مهم اشرف داري ما كيقنعنيش وما كيعجبنيش احسن مدافع حاليا هو اشرف داري مزيان الحق الدولي اكيد هذه ما فيهاش نقاش بطبيعه الحال الرجاء ربما غير اغنيه بلادي ضلموني شهر من الكيان ديال الوداد كامل عبر العالم اغنيه اللي تغنات في اندونيسيا في البرازيل الخضره الوطنيه تغنات حتى هي في قارات كاملين تقريبا جمهور الرجاء معروف بالاهازيج ديالو في الكورفا السود بالتيفوهات راه في الكلاسمون كتشوف تحت المرتبه الاولى ماشي مره ماشي جوج جمهور الرجاء صراحه كيكمل الكيان ديال 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 نادي الرجاء البيضاوي راه كتشوف دابا لي رياكسيون ديال لي فيديو بنادم كيدير لي رياكسيون غير على جمهور الرجاء وكيبغي يشوف داك يعيش شحال واحد كيتمنى يكون في الكورفا السود في العالم باش يعيش ديك اللحظه مع جمهور الرجاء ما قلتش عيب سيدي من وجهه نظر ديالك احترمها وان كنت لا اتفق بتاتا مع هذه القضيه جمهور الرجاء بدا الكلاسمون ديال احسن جمهور ما عمري سمعت في حين اننا عارفين بان مجله الترا وورز اللي متكلفه بالجماهير على المستوى العالمي كلاسات جمهور الوداد المرتبه الاولى في 2015 وكلاسات المرتبه الاولى في 2019 في حين مقارنه ديالهم مع الرجاء من الناحيه ما يمكنش نتقارنوا اولا فريق الوداد عنده
مجموعة ديال لي سوبورتير اولترا وينرز من 2005 مؤسسة وتجي تقول لي حقا في البرازيل اندونيسيا حنا راه عندنا فروع. حنا ملي كنقولوا الوينرز اللي جاي المغرب عندها فرع في اوروبا وينرز اولد كونتيننت راه اولترا صغيره عندها الفروع شوف مازال المقارنه ملي كتسمع فريق الوينرز راه عادي تقول هذا هضره على الرجاء دخلتي في جمهور اللي حاس بيه راه قلت لك انا راه غير ربما اغنيه من اغاني الرجاء راه واصله للعالميه اكثر من نادي الوداد اصاحبي هذه حقيقه هذه حقيقه تهزيز الوداد احسن من الرجاء انت دابا ملي كتدخل للانترنيت ضروري كنعرف انا وداديين حافظين الدس ديال الرجاء فاش دز ديال الوداد واش انا كنعرف رجاويين بلابسين تشوني في ليكول ديال الرجاء وغناو ديال الديسكات ديال الوداد والله الا الناس والله الا كتبزك عبد الناس ديال الرجاء والله سيدي تا دراري ديال ليكول ديال الرجاء لابسين تشوني ديال الرجاء كيغنيو وكيبوجيو على هزيج ديال الفريق ديال الرياض ما عرفتش انا اش من ديسك غادي نصنف ليه انا شوف خطابي صوب اول قنبوله انا ما نقدرش نغني انا تقول لي ملي كتقول لي سقسي البطه اش هذا المستوى انا سقسي علاش كار ما جاش من فاس راك دخلتي في موضوع تجيب دري جيب دري يلا ولا كيفك الخط خصنا نسقس كتشب حسن ما نسقس البطه رمز علاش ما افتخرش بالبطاكه رمز واش تشوف راه عندكم بؤميره في اللوب نسر كبير نسر كبير نسر طارو علا في البرازيل وعلا في العالم كامل نسر علا اش من هذا نسر علا عندكم البطه ما بقيناش كنشوفوا في الديربي هذه البطه هذه قول لي علاش 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 بقيتوش كتدخلوا بالبطه في الديربي واش مفتخرينش بها صاحبي كنتو كتدخلوا بها عادي واش عندنا في اللوغو البطه ولكن كنتي كتدخلي ولا لا واش عندنا اللوغو فيه البطه واه لا واك 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 حيت كتقول واك عندكم نفس القاسم مشترك في الهلال معروف نفس اللغه عندكم مع البطه واقيله نفس اللغه ديك واك واكين محمد انت كنتي تشوف البطه في التيران واش كنتي كتشوف البطه ولا لا ودابا تشار اللوغو ديال ما جاوبتينيش انا بؤميره كنعرفو قول عندنا كان ما بقاش كان دوزيام ديال زنيتي كاين نسر كبير على وطار ونسر ما كيطيرش مع العصافير اللوغو ديالكم ما فيش نسر فيه بؤميره يمكن لك تاكد في البطه البطه كانت كتجي الديربي ما بقاتش كتجي الديربي هذا هو اللي هذا هو السؤال فين هي البطه اللي كنا نشوفو في الديربي واش عندنا البطه في اللوغو الا جاوبتينا غنجاوبك انا ما غاديش نقدر نجاوب حيت ما عندناش اصلا موافق موافق شنو اخويا متفق معاك اول مره في البرنامج ملي بدا متفق معاك المنتخب ان شاء الله غادي يقول كلمه ديالو وكنتمنوا انه يمشي بعيد على الاقل يفوت المجموعات حيت من 86 فتناش المجموعات واول مره انا فخور صراحه واجب الحال بان الرجاوي شجع المنتخب حيت سوء الحظ بزاف ديال الرجاويين كانوا كيبغيو ان الكونغو تدوز وكانوا شجعوا الكونغو مالونغو طبعا الحال ماشي جميع جمهور الرجاء ولكن كانت في اعارضه الجمهور كيف كيف كاينه واحد الفئه ديالكم شجعت الكابون واحد الوقت واه استكونفيرمي انا مهم ماشي شفتو مؤخرا لا باقيين باقي لي باج ديالكم راه باقي لي ستوري الحمد لله الفيسبوك راه باقي كيحافظ على الارشيف شجعتوا الكابون مهم ما علينا هذا ردود افعال كتبقى عادي هذه المسائل شوف حيت مالونغو صافي شجعت الكونغو كي ماشي مشكل لا ماشي على مالونغو كاينه واحد الفئه شجعت الكونغو ربما سوء التحكيم اللي كاين وربما انا كنشرح لك انا ماشي من الناس يشجعوا الكونغو كي كنشرح لك علاش بعض الرجاويين ولا بعض المغاربه حيت ماشي رجاويين بعض المغاربه اللي تعاطفوا مع الكونغو ولكن كيبقى رد فعل او حق القضيه الوطنيه لا تناقش لا ما نقدروش نناقشوها لحقاش ربما داك اللي غيبان لك كتبقى غير كره اللي غيبان لك كيشجع الكونغو ربما يكون وطني اكثر من داك اللي كيبان لك في التلفازه وفي الاعلام ولا في الزغرافاطو كيمثل الوطنيه باش تكونفيرمي ماشي القرعه بلجيكا كندا كندا هذه المره خصنا الكره ما بقاتش في هذا الكالكيل والكالكيلات ليس تماما نحطوها في نفس الخطا كنا خايفين من سباليون والبرتغال فاذا به لعبنا احسن منه ربحاتك ايران وصيداتنا ايران صيداتك ايران وفعلا والسباليون راه كثير ربحتيها لولا داك الهدف لولا داك الهدف التحكيم البرتغال لعبنا احسن منا البرتغال درنا بون ماتش لعبنا علينا بيش كانت فيه كوفر اذا هنا خاصنا مدرب اللي يستافد من الاخطاء وخاص يجيو اللاعبين اللي يستاهلوا القميص الوطني زياش راه فضل المغرب على هولندا بالنسبه للاعبين قبل من شي لاعبين اللي كاينين دابا حكيم زياش الرسميه ديالو او التواجد ديالو في النخبه الوطنيه لا تناقش الحمد لله هذا صراحه كنقول ان المشكل اعمق حيت مثلا زياش المزراوي المشكل غير مع خليل زيش في حين الحمد لله عنده مشكل مع الجامعه وهنا حبذا لو الناس اصحاب العقل واللي عندهم الروح الوطنيه وبغاو المغرب يدير شي حاجه راه لا يعقل تخلي لعاب اللي كيماركي 30 بيت او موين في العام وما تعيطش ليه وكتجيب شي لاعبين بالكاد بالكاد كيعرف يجري بالكره بلا ما نذكر السميات راه اي واحد كيتفرج في المنتخب يشوف كيلقى مشكل غير في لاكونديت دو بار وكتخلي الحمد لله الحمد لله اللي هو غيلبي النداء ان شاء الله خاص ربما تكون ديك يحاولوا يقادوا بين اللعابه اللي كيلعبوا في الدوريات الاوروبيه
مع اللعابه ديال البطوله مع اللعابه اللي باقي الدوريات ديال العالم لحقاش الا ما كانش التجانس بيناتنا والتفاهم راه ما غاديش يكون والو. بنزيما كان عنده مشكل مع الناخب الوطني الفرنسي سنين هو حاطو اليكار نهار احتاجو راه عيط ليه لم يتوانى في تلبيه النداء وجا وحقق معهم دوري اوروبي هذيك الكاس اللي دار. فانا كنظن ان حمد الله غادي يجي عازم باش انه يدير يخلي البصمه لان حمد الله لاعب رائع ما عمره ما تخيل معايا دابا يكون حمد الله يكون زياش يكون نزراوي يكون هاد الناس اللي محتاجينهم فرقه مزيانه وبانوا ونرجع السلامه ديالهم. انا نقول لك نقدروا نمشيو بغينا نشوفوا الربوع انا كنتمنى الربوع عاد المره ما كرهناش وكنشوف بان راه هاد العام عندنا فرصه باش اننا نمشيو بعيد. رونار كان مزيان كان كيعرف يخاطب اللعابه كان كيعطيهم ديك الروح والعزيمه. خليل وزيز كتحس بيه بانه عنده مشكل مع النجوم فيما تيكون شي نجم دائما كيضحي من 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 النخبه وفي جميع المنتخبات اللي داز عليه والله اعلم. سي جواد تبارك الله عليك شرف لي سعيده سيتا بليزير الله يكبر بيك ان شاء الله نتمنوا الحظ المنتخب ان شاء الله وان شاء الله العام الوداد غادي ندير البطوله وديما وداد ديما رجاء وبطوله رجاويه ومزيد من الالقاب ان شاء الله. تعيش الرجاء تعيش فكره ديما رجاء والله يعلي الدرجه. السلام عليكم.